صباح حياتك صبي لي قهوة لا يا راسي عم بفقع حبيبتي مين عم بتدوري؟ أنا نور شركتكم رفيفي بتبكى بنت خالتي حكالت لكم مش أني جاي اليوم؟ أهلين تفضلي كيف النقلة عند القبيب؟ طيب بركي تحط الشنطة على جنب خفيش مش رح نضغرها أنا سلمى زعتر من ترشيحة ما أنت كل يوم بتلبسي أسود اليوم ألبسي إشي تاني طيب يما بس بوعد فيش إشي ليلى صخر من الناصري شو معك؟ أنا خرفية طويلة بتقدر يجي خطيب لهون المساء؟ وأنا شايفة شالة للحريم فقط الله يجيرنا تعي تعي اقعدي معنا مجبرة أدرس ولازم أصحى تعليم تعليم كل النهار حبيبتي ما هي بدها خمس ساعات تتسكر الجلباز لحاله لح لح يخلصينا عاد عم بحاول أدرس ممكن توطي؟ أنا بتكلتي في برايف كبير إيش يعني ريف؟ بديش تبكي بهاي البلد وبالذات بهاي الدار وهني كثير ملاح مش زي ما أنت بتفتش أهلك بيعرفوا أنك لزبي؟ شكلها انخربنتش على الآخر وبطلت تشوفي حتى نجاستها محبك بدك نغير العالم مرة واحدة يعني؟ مبسوطة مع خطيبك؟ أكيد بتعرفي ما أنت صرتي زيهن فاجرات يا بتتقبلني زي ما أنا انتهت القصة أنا مش رح أغير اختياراتي بهاي الحياة